في لقاء حصري مع مراسل بين سبورتس في هولندا، أكد والد عبد الحق نوري لاعب أياكس أن حالته تتحسن نسبيا بعدما فتح عينيه رغم صعوبة حالة ابنه عبد الحق نوري، وموجها نداء للجميع بالدعاء لابنه بالشفاء العاجل. بداية لو كان ممكن أن السي محمد طمئن على الله، جيتي من المستشفى الآن طمئن على الحالة ديال عبد الحق. الحمد لله، هذا قدر الله، ربي بلانا بهذا الشيء وحنا كنحمدوه. انا باش نتغلبوا على هذا الشيء بالدعاء والصبر والصلاه وفي السجود ديالنا يعني والصدقه، هذا باش كنقدروا نتغلبوا على هذه المصاعب هذه. الحمد لله شفنا انا والزوجه والابناء ديالي وبعض اعمام واخواله، الحمد لله الحاله ديالو كنشوفوها كتحسن عندنا. واحد يعني واحد كنشوفوا شي ملي كنقراوا عليه آيات القران سبحان الله، يعني كينفعل معنا بها، كاين واحد الاستجواب، وهذا قدر الله. والقران عظيم سبحانه، ما كاينش معظم من كلام الله. عنده مسكين واحد الايه يعني كيبغيها بزاف، يعني عارفه كيبغيها، كنت كنحط يدي على راسه وكنقراها له، غير كنقراها له سبحان الله كيبقى يتهزهز يعني باذن الله، يعني كتحس بداك الشيء، يعني هي سوره الاعلى، يعني سبحان الله كتأثر عليه بزاف. كيبغيها مسكين، الحمد لله سورة الأعلى. ربي بلانا بهذا الشيء، ولكن الصراحة يعني كتشوف جمعنا. أنا نهار الجمعة شفت هنا تبارك الله واحد الكثافة ديال البشر جات من أنحاء أوروبا، كانوا هنا من العالم، الناس جات من الشينا، الناس جات من سنغافور، جات من أي قطار العالم، متحابين بعضياتهم. شي واقف حدا شي كتشوف واحد مسلم واقف حدا واحد يهودي، واحد مسيحي، واحد دير تاتواج، واحد دير الحجاب، وكل شيء مع بعض. هو عبد الحق جمعنا. بطبيعة الحال كلنا شفنا الصور حتى ديال الفريق والنادي، يعني الممثلين ديال النادي ديال اياكس كلهم جاوا لهنا مساكن، يعني زارونا متاثرين تا هما بزاف. يعني شنقول لك، يعني ما قدروش يصبروا، كل شيء كيبكي، كل شيء متالم. يعني كنطلب الله باش ما ياثرش عليهم داك الشيء في التدريب ديالهم وداك الشيء. حنا شجعناهم هنا وغادي نوليو ان شاء الله نمشيو عندهم نشجعوهم. حنا عبد الحق كيبغينا وكيبغيهم، كيبغي كل شيء. هو براسو كان يكون يبغي يهضر غايقول لهم خصكم تبقاو تركزوا على الكره وسيروا، هو ان شاء الله غيبرى. نطلبوا ربي، حنا اللي نطلب منهم هما ومنا هو ندعيو له باش ربي يشافيه ويكون مزيان. ما المشوار الكره خصو يبقى، وان شاء الله اياكس بقات غاديه في المسيره ديالها ان شاء الله البطوليه. وقع ما وقع، كتب علينا الله هذا الشيء، قدر. احنا تقبلنا الحمد لله بالصبر وبكل شيء. احنا اللي مطلوب منا ان الناس يدعيوا معاه في السجود ديالهم، معاه ومع جميع الناس اللي مراضي ربي يشفيهم. انسان اي واحد ما يتمناش يكون ولده مريض، يتمنى باش يبرى ان شاء الله. احنا ولدنا ولد جميع الناس، الناس كاملين ان شاء الله. اي واحد نتمنى له الشفاء ان شاء الله العاجل، هذا هو اللي مطلوب. الناس يدعمونا ويشجعونا ويقفوا معنا ويدعوا معاه ومع جميع الناس اللي مرضين، هذا اللي كاين.